وعودة أيضا للحديث عن التطورات اليمنية، انضم إلينا ممتاز الصحفي اليمني ياسين العقلاني. أهلا بك سيد ياسين معنا في نشرة الخامسة. في البداية دعني أسألك عن أن الجيش اليمني يتقدم غرب تاز، خصوصا في محيط معسكر خالد ابن الوليد وميليشيا الحوثي، تستميت في الدفاع عن هذا المعسكر منذ أسابيع كثيرة. ماذا يمثل هذا المعسكر لميليشيا الحوثي وصالح بالتحديد؟ معسكر خالد هو يعد قاعدة عسكرية كبيرة جدا، وكذلك نستطيع أن نقول أن المعسكر هذا يحتوي على مخازن عسكرية كبيرة جدا، ويمثل منطقة في موقعه استراتيجي، حيث أنه يقع بين محافظة تعز والحديدة، وكذلك مديرية المخا والميناء. بالسيطرة على هذا الموقع، على هذا المعسكر، ستكون قوة الجيش الوطني قد تمكنت من السيطرة على المواقع التي تقع في غرب تعز، وستنقل المعارك إلى محافظة الحديدة. وهذا ما يدفع الميليشيات للاستماتة بالتمسك به والقتال حتى الموت. كذلك شاهدنا أنها ما زالت حتى اللحظة تقاتل، رغم أنها تخضع لحصار منذ أسبوع، من أكثر من أسبوع. لذلك الميليشيات تستخدم هذا المعسكر منذ بدأت المعارك كمركز لعملياتها في منطقة المخا، وكذلك في مدينة تعز. وبالسيطرة على هذا المعسكر ستسقط المواقع العسكرية على المواقع أو المناطق الواقعة في المنطقة الغربية لتعز بشكل متتابع وبشكل أسرع في حال سقوط هذا المعسكر. طيب سيد ياسين، دعني أسألك عن مجال آخر أيضا، حيث تشن قصف الميليشيا الحوثي قصف مدفعي، أو ما تزال تتعامل بوحشيتها على مناطق ومنازل مدنيين بقصفها المتواصل في الكثير من المديريات، وخاصة في مديرية الصومعة، ما نتج عنه إصابة العديد من الأطفال والأبرياء في هذه المناطق. برأيك لماذا تستمر هذه الميليشيات في هذا النوع من الإجرام من خلال قصفها للمنازل والأحياء السكنية للمواطنين، وما هو المردود الإيجابي الذي ربما تحققه من خلال انتصاره على المواطنين العزل؟ كما يعلم الجميع أن هذه الميليشيات تجردت من كل معاني الإنسانية والقيم والأخلاق. وعادة عندما تعرض هذه الميليشيات لضربات عسكرية في الجبهات، تلجأ إلى قصف المدنيين والأحياء السكنية لإشفاق إليها أو لإحداث نوع من الانتصار الكاذب، وهو على المدنيين والأبرياء في المدينة، في المدن والقرى، نشاهد وهو بشكل مستمر. عادة هذه استراتيجية تتبعها الميليشيات التي تتبعها إيران، كما نشاهد في سوريا، في العراق، في كل المناطق التي يوجد فيها ميليشيات إيرانية مدعومة من إيران، أنها تتخذ أو تلجأ إلى قصف المدنيين، وهي تمارس هذه الحرب ضد طائفة أو فئة معينة، وهي حرب بشكل حرب إبادة جماعية، أو ما نسميها بالحرب، أو نستطيع أن نقول العقاب الجماعي واستهداف الجميع دون استثناء، دون تفريق بين عسكري والمدني. ليس لها من مصلحة إلا أنها تريد أن تخضع الجميع بمن فيهم الأطفال والنساء لسلطتها وجبروتها، وهذا ما لا تتوقعه. أن الشعب اليمني لا يمكن ولا يمكن أن يستكين مهما قدم من التضحيات، ولا يمكن أن يركع لإملاءتهم أو لقوتهم التي يتظاهرون بها، وهم الآن باتوا أضعف من أي وقت مضى، بين الحين والآخر يلجون إلى استخدام المدنيين أو استهدافهم بين الحين والآخر. طيب سيد ياسين، منظمة هيومن رايتس تؤكد أو أكدت يوم أمس استخدام ميليشيا الحوثي ألغام محظورة في اليمن، وهذا ليس مستغرب على هذه الميليشيا. هذه الدعوات من المنظمات الدولية والأممية تعترف والتي تعترف بمثل هذه الجرائم للحوثيين، وفي نفس الوقت لا تقدم أي شيء على الأرض أو على تكاتف الجهود الدولية لإيقاف هذه الوحشية من قبل الحوثيين والمخلوع صالح، هل ستكتفي هي والأمم المتحدة بمجرد قرارات حبر على ورق، أم ربما تطالبونها بما هو أكثر من ذلك؟ تعودنا من المنظمات الدولية أنها تكتفي بالتقارير والتنديد وتوجيه التهم بين الوقت والآخر دون الإقدام على أي خطوة لإجبار الميليشيات الانقلابية أو لتوجيه
تحذير رسمي من الأمم المتحدة تجاه هذه تجاه استخدامها للأسلحة المحظورة في اليمن. وهذا الأمم المتحدة عجزت في سوريا ولا نعتقد أنها ستفعل شيء في اليمن. يعني نستطيع أن نقول أن الميليشيات قد زرعت معظم المدن اليمنية بهذه الألغام، يعني مئات الآلاف من الألغام مزروعة ولا زالت تحصد المدنيين بشكل يومي ومستمر. ما نتمنى هو أن تتحرك المنظمات المحلية أولا، ثم تتحرك لمجلس حقوق الإنسان وتقدم هذه الملفات والشهادات الموثقة الحية من الميدان. اليمنيين لا زالوا أو المدنيين في اليمن يتعرضون لهذه الألغام أو يقعوا ضحايا لهذه الألغام المزروعة بشكل عشوائي بكثافة في هذه المناطق، وليس تمثل قنبلة موقوتة للأجيال القادمة أو مستقبلا. حتى عندما تنتهي الحرب ستستمر هذه الألغام في حتف المدنيين واستهداف بشكل عشوائي وبشكل مباشر. إذا لم تتحرك الأمم المتحدة بقرار يعيد هذا العمل عمل إرهابي، فإن الميليشيات مستمرة بهذا العمل المنافي للأعراف العسكرية أو لأخلاقيات الحرب. نعم، الصحفي اليمني ياسين العقلاني كنت معنا من تاز معلقا على التطورات اليمنية، شكرا جزيلا لك.